وين راح انزل؟ راح انزل بالوادي بالجبل. يلا فراس قام سوى عمليات برزية، عمليات مال مسامير لحمية، راح انزل قوة. اخ تأذيت نعل على الجمت اللي تشمت بعد لجمات يا يابا. والجماعة جوا بالوادي، هذا جماعتنا شفتوهم. هذا المكان اليوم اللي جبت الولد بيه يوم 1/1/2020 كوت محافظة واسط زرباطية. احنا هسه حاليا بالعين بالجبل بالوادي. مو حسبالكم يعني شغلة سهلة قد ما اصور. شوف كابتن جواد شلون قوة ينزل الولد هنا حاليا بالعين داخل الوادي. وهاي الوديان، شوف الجبال اللي فوق هاي، والله يستر اذا طاحت صخرة تصير طولة. ادري ادري اضربيها هاي دقايق اضربيها. الولد هنا نزلوا للعين ومبتهجين. والله فين رايح؟ كابتن جواد شوف استاذ احمد الغالي حياك الله، هذا منحدر قوي، منحدر قوي. وانا راح اكمل طريقي للوادي وللعين والشباب، شباب الكوت هاي العين. كابتن جوادي واجه صعوبة بالنزول، أنا راح أنزل وراح أواجه المصاعب وأنا وحظي. وجاي يشوفوني جاي أصور. زلقيت وزلقت وكان رحت بيها كان اكلتها، وهذا الباندا واحلى باندا. وتحياتي لك ياسين العضدي هو المرشد مالتنا. يلا نشوف. يلا 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 خلنا. انا راح انزل بالعين اغسل. شوفوا منين نزلت انا، انت تشوفون التصوير سهل بس هو مو سهل. جماعة هنا شو يصيد؟ يقول صيد سمك. انا جاي وهاي العين ووصلت العين وهنا شوف السمك الناعم وتقدر تصيدها. عقيل السايق تحياتي، حسوني ومرتضى وكابتن جواد ومسلم واحلى مسلم شلاقه ما قاعد راحه. هنا امير، هنا علاوي، هنا باندا، هنا الاخ برباط. شوفوا شلون طالع يخبل ولا بصفه ما شاء الله. اشرد ولي حاتم باندا. هذا الماي ينشرب؟ هذا زلال يقولون هذا الماي ينزل من الجبل. الماي طعمه يختلف عن الماي اللي احنا نشربه. الماي حلو لكن الماي طيب. هاي العين واكو سمك هنا. هسه الباندا طب طب جوه. يلا شباب راح نطب جوه. يا ويلي راح اطب باني. يلا عقيل راح نروح الجو. يمكن راح اتبلل، واذا اتبلل انا مو زين على رجلي لان سوى عمليات. شباب طبوا. عليه وحاتم ما قصر، شاني على ظهره كان بعية من انا سوى عمليات برجلي. كمل منه كمل منه. الله الله. طريق بالعبور. يلا شباب. الله يا ولد. وين فريش؟ وين عباس الغراوي؟ يمكن يخافون ما نزلوا. شوف الشلال كابتن. الماي. اي. انا جاي اوثق.
يلا انزل. ياسين هذا الماء السمك منين يجي؟ اي ها بيوض وتعيش هنا. ما عندك طب هيك؟ لا هيك. انا تحياتي للجميع. اي ناي تحياتي عسيدك علاء وحاتم جاي ينظف يقولوا ساخنه موجوده راح ينظف. وين راح ابو فريق دجله التطوعي صاحب اليلقات الصفراء وين راحوا؟ اقول لك ياهو احلى هنا لو هنا يمنى لو على اليسرى. ياسين يقول هاي العين تمد. هاي العين طويلة تمد وهاي لها حدود وتنقطع. احنا راح نوف العين اليسرى وراح نتجه على العين جهة اليمين ودي بالكم الجبل لا يوقع من فوق شيء. عينكم دائما عينكم لي فوق. راح يشيت عليكم الزيب ديناصور. هو تمشي وتشوف. يا ربي راح ازلق. جواد لا تايهون يا معودين. علاء 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 هاتم صيح عليهم. تعال 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 تعال. شو بدك جاي سلام؟ شنو؟ شو بدك جاي سلام؟ يا ولد سلام. ايش السلق هاي العالم؟ العالم وانا وحظي لا كابتن يوبو كابتن اعتبر صغير على كل حظه. انتوا بتعملوا يا اولاد بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه هنا؟ يلا يلا كابتن بتعملوا ايه يا اولاد؟ يا مصري وانا صرت مصري هسه. لا عليك العباس. جبالي نطلع منا نطلع منا والجبال وحظي وشاي يشوفون الطقاع مال الله اذا طاح عليك شيء من فوق انت وربك. صح لو انا غلطان باندا؟ وخروا لك حربوش. وخروا لك ولك ولك يا لهوي. علي اليوم عرس ابوك ما شايف هذا المكان. قل لي الباندا قل له مشكور. انا اخوك. شوف ما اقول لك الباندا ما جايين هنا الولد. يقول لك هاي اول مره يجون. عباس الغراوي. على اولاد على اولاد المنظورين. جاهم مربوط من يمكم. راح اوقف التصوير مؤقتا ونرجع نكمل. نور منا وانت ماشي. راح ارويكم العين اللي طالعه من الجبل تحط ماي. هاي العين. هاي المياه. الماي اللي سرب من الجبل منا مثل ما جاي تشوفين. هاي الماي. وين ولا حويل؟ هاي وين تمد بعد؟ مدري؟ يابا لو يمكن تنقعها ثاني. هذا الفيديو يتوثق ان شاء الله الحين في قناه الجديده مالت على اليوتيوب. يعني سويت قناه جديده. الفيديو وين صاعدين؟ هم واحدهم واليوقع. اكتب 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 بعد اخوك اكتب. جيت تصعد على اللو وتسلق. هي هاي 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 جزء من العمر. هاي فرصتكم بس اذا طيح مشكلته. يلا فريق انقاذ نقضوا نقضوا.
الطفل صاعد فوق والولد راح ينزلونه. كابتن والعباس هم هذول غير ما راح افضل انا راح اطوق. كابتن تعال لا تنخلص. سوين هساني بالوادي جايين فيه. وادي داخل جبال. مال حيوانات شاكو هنا يلبالكم حياه يا عقارب ترى اعمل الله كل شاكو هنا حتى جني طبعا هنا قبل فتره جاء ولد اسمه محمد المغامر محمد الدرويش ما اعرف شكل طبعا ذكرناك محمد صقر هنا بالفيديو الاخوه من بغداد الفيديو جاي يشوفون ان شاء الله هاي الكوت محافظه واصل هاي الكوت يا كابتن جماعتنا البغداد الله 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 تعرضت عليهم خصوصا لاعبين نادي العربي سعد اركان ارادك انت وجينيفر اكس هنا جايه شوفون المكان تطلعون عليه شوف هاي النتوء الحجريه الصخور وما اعرف شنو هاي يعني هاي مو عتبالكم يعني قويه بشكل قويه شخته حقيتها بيها والله حلو هاي جنه هاي كابتن بس لا تدمرني ابو جنه وي وي زلقت هذا مترش هذا الطفل طلعته من فوق لا نزلته قاعد بالماي تنقعت رجليه وانا مسوي عمليه بهاي رجلي والجرح اذا لاها ما ياكلها لا زال الفيديو يوثق شلون المكان؟ مكان خطير؟ ما يحملون منا كبير معقول هنا ما يجي خرج؟ لا باندي ليش ما لابس بوتين؟ وخر حسين وخر يلا لو تعبر لو نعبر يلا المحبه لو مال رزق ورا بيسك ما يرون دخلتنا لا خطيه سرعه مجروحه كافي طبعا بدا الهدوء يشتغل لا في الوادي بدت كثافة الماي تقل ما اعرف شنو السبب شلون راح اعبر؟ منا ارجع شلون راح اعبر؟ كابتن دقيقة بس وقفتي خليني دير بالكم من الوادي لا يطيح شيء زين العقلات في شيء تصعد هذا اذا طحت لا تتكسر والحسن محمد ماكو مستشفى محمد العربي لا بس طب طب عرب مو كابتن لا بس طب والله والله تعال قوم سيطر اشيلك على متوني تعال انا اشيلك شنو يا معود؟ هو فريش؟ ها؟ فريش وعباس العداد ولا وغادي عباس القراوي؟ شكو؟ ما نزول كل شافون؟ مجواد وبعد من يظل ورانا؟ يا ولد لا تنحني يا صاحبي يا شباب بعد البواري عبور وين راح؟ وين عبور؟ كافي يا ولد لا حد يلغي كافي اسكت ها كابتن؟
ذني تنهي عوارض. ذني شنو ذني؟ بانده شيء المانات؟ بانده؟ ذني شيء المانات؟ شيء المان هذا؟ هاي تيول مال كهرباء؟ شبه؟ عمود كهربائي؟ زبون هنا جارفت الفيضانات. معقول يعني هنا ماكو سمك؟ كابتن؟ ما ادري. اجيك؟ لا انا وحظي. لا حول ولا قوة، انا هاي اماكن صعبة صعبة. انا الغزال ما لحق. انت غزال؟ وين الزرافة؟ وي وي وي. هاد بس هاي الكابتن. ابو يا ولد انا متت من الحر، شنو الفيلم؟ هاي شنو هاي بيضة التنين؟ والله شنو بيدك هاي الصخرة؟ اي هاي هاي بيضة التنين، شوفوا لقيناه هنا، دراجون هنا لقيناه. عمي حتى انا عندي ربع دينار. باندا لا تقول لي ما صارت حارة. والله تعبت انا. تعبت من انا حريت. هسه احنا بالشتاء. بالشهر الواحد. ايه. البعض يقول حمي علينا، ما حمينا بس. الاجواء بالوادي حاره بدا. كان قلبت. كابتن شنو نخله؟ هاي شو اسمه؟ وعيوني احلى وصيتي. شوف هاي. السيل الجارف يابا شنو القاع. القاع جاي شوفوها بالفيديو، القاع ترى مو سهله. صخر. صخر وحجار ورموا كل شيء فيها. يوكا قدامنا، دير بالكم هاي قدامنا. قدامنا مرتفع و... مرتفع كلش عالي يا وليد. ابى نفخ هذا جوا. ايه وين شيت هذا؟ شيت بالعين. هذا شنو هذا؟ ارجع. ليش كابتن؟ مثل ما قال لك. هذا حدنا ما نقدر نوصل. مخفر الايراني. حدود الايراني وراني. حدنا ما نقدر نوصل. ارجع. هذا جاي بول. هذا جاي بول على ايران. بول على ايران وعلى العراق. يلا والله.